هذا اليوم إذا توقفنا عند أحداث غزة وهي في مآسيها المريرة التي تجل عن الوصف، وفي الشهر الخامس من مجازرها، وما يعني ينزل بها من البلاء، نجد حكام العرب للأسف لا نجد منهم إحساساً إلى حد الآن، لم نجد منهم إحساساً بعد كل هذه المآسي باللوم، تأنيب الضمير أو بتأنيب الضمير أو بالخوف من الله تبارك وتعالى. أحداث غزة فضحتهم، والله فضيحة وعار لا تمحوه مياه البحار. ماذا تنتظرون يا حكام العرب؟ تتفرجون على إخوانكم يتشفى فيهم اليهود والصهاينة ويعذبونهم بأصناف العذاب، ليس الحرب والخوف والقنابل والطائرات والمدافع وما إلى ذلك فحسب، بل حصار وخنق بالجوع. يعني الجوع ينهش أمعاءهم، والبرد القارس يحسون بعذابه وآلامه في لياليهم الطويلة، لا يجدون لقمة عيش، الواحد منهم يبقى باليومين والثلاثة على كسرة خبز ناشفة ليس معها شيء ولا يجدها، يعني لم يجدوا حتى علف الحيوانات. بالله عليكم ماذا تنتظرون يا حكام العرب؟ على ماذا تتفرجون؟ تتفرجون على الخيبة؟ على العار؟ عن ماذا تتفرجون؟ عدوكم يفعل بإخوانكم ما يفعل، وأنتم مسلمون، والله تبارك وتعالى أوجب عليكم نصرتهم في كتابه العزيز، والنبي صلى الله عليه وسلم حذركم من التخلي عنهم، المسلم أخو المسلم في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. لما تقفون بين يدي الله، لما تقفون بين يدي مولاكم، مش بين يدي الأمريكان لأن تطيعونهم وتسمعون لهم، لما تقفون بين يدي مولاكم ويسألكم ويقول لكم، قال لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لماذا ظلمتموه؟ لماذا أسلمتموهم لعدوكم؟ أنتم تظلمون المقاومة يا حكام العرب، تظلمون المجاهدين، المجاهدون ظلمتموهم، هم يستحون منكم، لا يريدون أن يوجهوا عليكم اللوم حتى لا تحرموهم من دخول بلادكم، وهذا لم يبقى لكم شيء تمنون به على المجاهدين إلا أنكم ربما بعضكم يسمح له بدخول بلاده. هل هذا بالله موقف رجول؟ هل هذا موقف إيمان؟ كيف تفعلون بين يدي الجبار؟ تسمعون كلام الأمريكان فيهم، تسمعون كلام العدو فيهم،